من قلب المدينة العتيقة للعاصمة العلمية للمملكة المغربية فاس، والكل في فاس، أعطيت انطلاقة فعاليات مهرجان الثقافة الصوفية في دورته 16 تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، دورة تضمن للمتتبعين سفرا نحو عوالم الثقافة الصوفية. مخول للثقافة الصوفية، وفي نفس الوقت هو له واحد طبع كوني من حيث أنه تمثل واحد التراث لا مادي إنساني كبير، وهذا التراث هو غني جدا بالمغرب، وربما هو ركن من أركان تكوين الحضارة المغربية على ما أعتقد، وهذا الشيء هو الذي يجعل أن المغرب عنده هذه المسحة، عنده هذا الطابع أنه في نفس الوقت متعمق ومتجدر في ثقافته التاريخية والحضارية، وفي نفس الوقت له تلك القدرة على أن يكون له الانفتاح نحو الفكر الكوني وجميع الرؤى والفلسفات ونحو الجانب العلمي ونحو الأديان الأخرى والروحانيات الأخرى في العالم. إذن هذه المسألة تتفهم مزيان، ومن خلال هذا المهرجان كذلك ستكون عندنا واحد الجولات عبر أماكن وفضاءات اللي هي موجودة بفاس، واللي هي ستكون كذلك تراث مادي عريق هناك بفاس، مثل المدرسة البعلانية أو دار عديال أو الفضاء ديال باب الماكينة أو حديقة جنان السبيل. برمجة متنوعة ومتوزعة على معالم وفضاءات بحمولة تاريخية تؤكد عراقة المملكة المغربية وروافدها الثقافية، وهي المملكة التي تعد ملتقى الثقافات والحضارات. Pour cette édition, il y a une ouverture aux musiques subsaharienne. Donc on a بالنسبة لهذه النسخة سنفتتح بموسيقى من جنوب الصحراء. لدينا عدة فرق قادمة من موريتانيا، تنزانيا، باكستان، سوريا وعدة بلدان أخرى. هناك أيضا سهرة مسائية مع الفنان الكبير مروان حجي والمطرب يحيى حسين، ومن دمشق هناك أيضا فرقة فنية للدراويش. لحظات صوفية كذلك في هذا المهرجان مع عدد من الفرق الصوفية مثل البوتشيشية، الشرقاوية، الوزانية وغيرها، فمرحبا بكم. لا شرقاوية لا سكالية اي voilà bienvenue. المهرجان يعد فرصة لتعزيز التبادل والحوار بين الخبراء والجمهور من خلال موائد تجمع فلاسفة وفنانين ومثقفين من العالم من أجل التفكير في التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات.